في الجزء الثاني من نكبر ونولي رافقنا المجتمع المدني في زيارة ليه الوحدة من المقرات الأمنية. ما نجموش نتخيلوا فرحة الصغار هذم بزيارة ثكنة بوشوشة باش يكتشفوا مهنة برشا صغار يحلموا بها، الأمن. الفكرة جات من مدرسة مختصة في رعاية التلاميذ اللي عندهم اضطرابات في التعلم ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والمجتمع المدني. حاجة باهية لكم الناس الكل تحبوا تونس كما احنا نحبوا تونس والكل نخدموا على خاطر البلاد. توا هذايا عندنا الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب، هذايا الفوج اللي تراوه الباتك اللي يسميوهم التصويرة نتاعهم معناها تشوفوا هما الفهد هذاك معناها اللي هو القوة الخارقة للعادة والسرعة، معناها بالنسبة لنا احنا هذيا من أحسن وأقوى الفرق عندنا في تونس اللي نفتخروا بها. انتوما تقريبا اولادنا اولاد تونس، هذوما من الناس اللي يحاربوا في الارهاب والناس اللي يحاربوا في المجرمين الكبار معناها والعصابات المنظمه. توا باش تدخلوا تشوفوا خصال نتاع الفوج الوطني للارهاب. وبدات الزياره بفرقه مجابهه الارهاب. كانت فرصة للصغار أنهم يحكيوا مع الأمنيين اللي هدوا لهم شعار فوج مجابهة الإرهاب. طبعا باش نعطيكم فكرة على فوج آخر من الأفواج نتاع الاختصاص نتاع الإدارة العامة لوحدات التدخل اللي هو فوج الخيالة. تعرفوا اللي انتم الفروسيه تقريبا رياضه ممتازه والناس الكل يحبوا شكون يركبوا على حصان ويحبوا الفروسيه. تمثل فوج الخيال بصفه عامه في المهام نتاعو في الدوريات في الامن العام في الغابات وفي الأودية وفي الأماكن الواعية والشطوط في فصل الصيف. وعندنا في الاختصاصات فوج الخيالة هي دوريات الأمن العام اللي هي تتمثل في دورية تتكون من زوج أشخاص، وعندنا الخيالة الأخرى في الرياضة، عندنا الانديرانس هي القوة والتحمل، وعندنا الليكيتاسيون هي القفز على الحواجز. انواع الخيول، عندنا الخيول البربري اللي نستعملوهم في الدوريات الامن العام، وعندنا الخيول العربيه الاصيله والخيول الانجليزيه اللي نستعملوهم في القفز والحواجز والانديرانس. يحب يولي يخدم أمني وفي في فوج الخيالة؟ علاش؟ على خاطر احنا نخدم بلادنا حتى بالحصننا باش نمشيو للبلايس. الحصان شنو هي الخصائص نتاعو؟ نمشيو للبلايس اللي ما ينجمش يتنقل فيها الانسان العادي وما تنجمش تنقل فيها السيارة. ومشاو الصغار لزيارة فوج اخر. باش يحكي لنا المدرب معناها باش يحكي لنا على خصائص فوج الانياب والمهام نتاعو. مرحبا بكم في فوج الانياب. الفوج هذا المركزي للانياب تاسس من عام 72. الفوج هذا نغطيه جميع، عندنا برشا اختصاصات نغطيه كامل تراب الجمهوريه، النقاط الحدوديه اللي هي البريه، المطارات، الموانئ. وقام الامنيين ديمونستراسيون للصغار. وزاروا صغار فرقة التدخل السريع بنير.
شو اسمك انت بنوت؟ اسمي لجاي. لجاينة؟ تقرا انت لجاينة؟ اي. اش تقرا انت؟ اقعدك. ثانية باء. ثانية باء؟ تقرا بالكدا انت؟ تحب تونس انت؟ اي. باهي ليتا احنا نحميو بلادنا بالسلاح هذا. وانت كي تقرا على روحك تحمي بلادنا بقرايتك. باهي؟ باهي لجاين؟ تحب تونس انت؟ اي. توعدني مالا تقرا على روحك؟ اي. اه يا باهي صحيت عاش بنتي الغالي اعطيني بوس. تحية تونس؟ تحية تونس. صحية طوحك حيين ياك. هذوما المهام نتاعهم مختصة خاصة في مجال مقاومة الإرهاب. معناها كلمة التدخل سريع، هما منتشرين تقريبا على كامل تراب الجمهورية موجودين، وعندنا الفرق الأفواج والفرق هذه اللي تتدخل هي في مراحل أولى في أول ما تكون فما لا يقدر الله فما عمليات إرهابية ولا عمليات خطيرة ولا عصابات منظمة. تصفيق على الفرق نتاعنا. مرحبا بكم في الفوج الوطني للتدخل السريع. هذه بادرة طيبة نحيو عليها نقابة الإدارة العام وحدة التدخل اللي في كل مرة قاعدة تسعى باش تقرب الصغيرات والتلامذة للوحدات الأمنية. الفوج نتاعنا هو يعنى بالتصدي للأعمال الإرهابية بدرجة أولى وعنده عديد المهام الاستثنائية، وبطبيعة احنا نرحبوا ديما بالمبادرة الطيبة هذه، وهذه معناها هدية بسيطة باش تبقى تذكار. هذا الشعار بتاع الفوج الوطني للتدخل السريع. الزيارة هذه هي جات لمحالة في إطار برنامج كامل لائحة مطالب في نقابة موظفين الدار العام لوحدة التدخل المؤتمر الثاني في الجانب الثقافي فيها والجانب معناها المجتمعي. حبينا احنا باش نرسخوا روح المواطنه في النشأة الصغيره، وحبينا معناها عندنا ديفولي خدمنا عليهم اللي هو في اطار مقاومه الارهاب وتقريب الاطفال هذوما من المؤسسه الامنيه، باش ربما نعاونوا من جهتنا بالقدر المستطاع ان نصنعوا غدوه جيل عنده جانب كبير مهم الوطنيه ويكون قريب للمؤسسه الامنيه، مش باش نلقاو جيل اللي ربما عنده نفور وعنده بعيد على المؤسسه الامنيه، ما يعرفش المهام نتاعها، ما يعرفش طبيعتها. الهدف نتاعنا هو الناشئة والجيل الجديد هذايا، باش إن شاء الله نتعاون الناس الكل، وهذه دعوة لكافة معناها أطياف المجتمع المدني إن باش نساهموا الكل إن نصنعوا جيل ربما يكون جيل أفضل. وحبينا ناخذ فكرة على المدرسة اللي سألنا مديرتها. هي مدرسة ابتدائية متخصصة في رعاية التلامذة اللي عندهم اضطرابات في التعلم. هي مدرسة الوحيدة الموجودة في تونس وعندنا توا 5 سنوات موجودين. ساعة احنا نشكروا نقابة الأمنيين على الاستدعاء هذا. الفايدة أنه الصغار يفهموا قيمة المؤسسة الأمنية، خاطر هما صغار ويراو البوليس في الشارع، يرى المركز، ما هوش فاهم بالضبط كيفاش المؤسسة الأمنية معناتها متكونة، باش متكونة، شكونهم، كيفاش يخدموا. حاجة مهمة ياسر، وباش الصغار يتعرفوا على المؤسسة الأمنية. ظهر الصغار ياسر ياسر فرحانين، معناتها توا باش نشوفوا غدوة وبعد غدوة شنو اللي باش يحكيوا. ان توكا احنا اللي نشوفوا فيه توا اللي هي حاجه ياسر ياسر باهية، ونشكروا نقابه الامنيين على هذه على هذا الاستدعاء. مع ماضي ساعه تقريب التلامذه كانوا مستدعين باش يشاركوا الامنيين الفطور. وحبينا نسالوا واحده من التلامذه على الزياره هذه. جينا للزيارة ذي باش نشوفوا كيفاش نعاونوا تونس وكيفاش باش نحميوها كل شيء، وعجبتني برشا الزيارة، ونحب نقول لستي فرحة ميرسي برشا على الزيارة، وربي فضلك وعجبتنا برشا. بالورد وفات زيارة التلامذة لسكنة بوشوشة اللي تعرفوا فيها على مختلف الفرق الأمنية، وقربوا من مهنة مشرفة وشجاعة أكيد هي حلم ملايين الصغار. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم. ديما تنجموا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك نكبر ونولي. في الحلقة الجاية باش تشوفوا كنغني. تحس روحك فرحانة؟ نحس روحي فرحانة. شفتك عرفت أنا يا
مكواني الريح قابلي واللحبي